مرحبا برج الدلو، اهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تصلح للطالع والشمسي وايضا القمري. اعزائي برج الدلو، انزين اول شيء نشوف هني، لما اشوفك برج الدلو داخل بطاقة البيضة الذهبية، فانت على وشك ان تعرف في امور راح تحدث معاك بطريقة ان انت تفوز في اليانصيب او تربح في شيء جدا غير متوقع، شيء ذهبي. اوكي، بما ان طاقة الالك موجودة هني وهي طاقة ذكورية وايضا طاقة معقدة، فيها شوي طاقة برج الجدي. ارجعوا الى قراءة برج الجدي يمكن تلاقون فيها اجوبة لبعض اسئلتكم. ولكن اللي استطيع ان اقوله لك برج الدلو، ان محتاج قبل ان تدخل تكون متأكد ان كل اجراءاتك اوراقك القادمة تكون في السليم. اذا عندك اي اوراق منتهية مثل الباسبور، مثل تجديد رخصة معينة، تجديد سجل معين، تجديد اوراق رسمية، عليك متأخرات لم تدفعها، ضروري جدا ان تنهيها قبل ما ندخل شهر، لان انت نعم راح تربح او تحصل على شيء جدا، شيء لم تتعب فيه، بمثل العطية او الهدية او التعويض. اوكي، تعويض مباشر، اموال تضخ في حسابك. ممكن ايضا تكون مع الشريك، هذه قراءة عامة. ممكن يكون ان تحصل فعلا على ما، على شخص ترغب فيه ولكن لا تتوقعه، يأتيك في أقل الأوقات انتباها برج الدلو، وهي أفضل الأوقات، لأن في علم الطاقة الأوقات اللي ما نكون منتبهين فيها مثل النوم هي الأوقات اللي ما يكون عندنا طاقة مقاومة، نرغب في الشيء ولكن ندفعه بعيدا عنا بسبب الشكوك، بسبب الخوف، بسبب عدم ثقتنا بنفسنا. فأحرص برج الدلو، اللي أستطيع أن أؤكد عليك فيه، أحرص أن أنت تدخل الشهر القادم تكون أمورك كلها في السليم. إذا عندك مثلا أمور متعلقة أوكي بثقتك بالنفس، بشكلك، بوزنك، ضروري تبتدي تحلها قبل أن تدخل الشهر القادم، لأن أحس عجلة الوقت. ولما أقول عجلة الوقت فتأكد أن خلال الأسبوع الثاني عندنا هني العجلة، الوقت راح يداهمك الشهر القادم، راح تكون بيزي، راح تكون كل الأمور الجيدة تحصل لك ولكن لا تريدها أن تتراكم عليك. لما أشوف التقسيمات، إذا تراها برج الدلو تشوفونها التقسيمات هني، تقول لكم أمورك لازم تكون جدا دقيق فيها، لا خصوصا لما أنت راح تخرج من الشهر بطاقة نوعا ما، هذه طاقة التدقيق عليك، هذه طاقة التأكد أن كل أمورك في السليم، لأن هذا النظام اللي أنت راح، الطريقة اللي راح تحصل عليها على زهرة مرادك، يترأسها هني شخص جدا دقيق، صعب الإرضاء، معقد جدا. هذه طاقة، لما نشوف هني قرونة جدا مفصلة أو متفرعة، وأيضا الطاقة اللي تتحداك هي طاقة الأخطبوط، فهو لازم ما يكون عندك أدنى مجال لتعطيل الأمور. أوكي، كل أمورك ضروري تكون في السليم، أنت أيضا لازم تكون مستعد على جميع المستويات. برج الدلو، البيضة تقول لك تدخل هذا الشهر انت صار وضعك في البيضة، في حيوانات معينة اذا بقوا مثل البايثون، افعل بايثون، اذا تبقى، مو دائما البيضة تفقس، اوقات اذا تبقى داخل البيضة بدون ما تستطيع ان تفقس تغرق داخل البيضة او تموت داخل البيضة، فانت كأنما باقي شعرة، شعرة او باقي شيء بسيط، شيء بسيط اللي راح يفرقك ما بين ان 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 تعدي من هاي التجارة المربحة او تحصل على كل ما تتمناه، فرق بسيط في الوقت. كأنما برج الدلو ايضا هذه فيها طاقة ان لا تخلي نفسك لاخر وقت للديدلاين، الديدلاين تسلم المشروع في اخر لحظة، او ترتب اوراقك الرسمية، او ترتب امور عالقة عندك في حياتك، اشتراطات معينة لاخر لحظة، انت ما تعرف مدى التعقيدات
اللي راح تواجهها، شيء جميل تحصل عليه ولكن مو من دون تعقيدات، شروط وايد، خطوات كثيرة أيضا هي اللي راح تضطر أن تجمعها كلها خلال هذا الشهر القادم، قبل الشهر القادم عشان أكون دقيقة في التعبير. ولكن في نفس الوقت برج الدلو عندك امتياز مع هذين الأشخاص، في أشخاص هني يرغبون بمساعدتك فقط لأنهم يحبون برج الدلو، ما أشوف عندهم أي دافع ثاني. أو في شخص هني خصوصا قاعدة أشوفه ذكر أكبر منك سنا، ممكن يكون مدير، ممكن يكون مسؤول كبير، ممكن يكون أحد الوالدين، أحد أجدادك، شخص كبير عنده الكثير من المعارف، الكثير من الموارد، لا يستهان بخبرته وقوته. بالعادة يعقد الأمور على جميع من يطلبون منه المساعدة، أو على جميع من يطلبون منه هذا الشيء الذهبي، الشيء اللي تريد أن تظفر فيه تحصل عليه. ولكن لأن هذا الشخص كأنه ما لديه، يقولون soft spot، بما معناه هذا الشخص لا يستطيع أن يقاومك، أوكي؟ دائما يحب أن يرحمك، يحب أن يساعدك، يرى نفسه فيك أيضا، في الكثير من الأمور المتشابهة بين قصتك وقصته، بدايتك وحياته الآن. لذلك راح يعطيك دفعة ومساعدة كبيرة، ولكن مو من قبل أن تساعد نفسك، أوكي؟ أنا لما نشوف هنا طاقة الأخطبوط، الأذرع فيها تحدي لك، الأذرع هي أن الموضوع جدا شائك، يتطلب الكثير من الجهود، الكثير من التعقيدات، الكثير من أن تجمع مستندات كثيرة، أمور كثيرة في نفس الوقت. وهو يمكن، ما أدري برج الدلو، أنت أخبرني، هل تحب أن يكون عندك طاقة المالتي تاسكينج، تعدد المهارات في نفس الوقت، أوكي، تدرس وتعمل في نفس الوقت؟ يمكن هذا أحد التحديات بالنسبة لك. ولكن لما أرى هني دماغ الأخطبوط، أتأكد من طاقة أن في شيء مشترك على مستوى هذا الشخص، ما راح يعطيك الموافقة أو يساعدك، لأن أنت برج الدلو تستوفي جميع الاشتراطات، أحسك راح تذهب وتصل إلى آخر لحظة، وأيضا عندك اشتراط أو مستند ناقص، ولكن راح يكون في مساعدة، لا تتكل كليا على المساعدة، ولكن راح يكون في مساعدة. أن هذا الشخص كأنما أنت تذكره فيه لما كان أصغر سنا، أوكي؟ وإذا كان عاطفيا هذا الموضوع ينطبق لك، فهذا شخص جدا منجذب لك. برج الدلو عندنا طاقة الغصن الأول، هذا طاقة الخبر الجيد، هذا طاقة الخبر المفرح، أوكي؟ راح ترى بوادر وتأكيدات أن فعلا احتمال لكثير منكم أن هذا الشيء يكون متعلق أكثر بإجراءات رسمية، بعقود، بالحصول على تعويض، الحصول على أوراق الهجرة، اعتماد معين، نجاح معين، شهادة معينة، أشوف فيها أوراق ومستندات. هذا هو الخبر الجيد اللي تحصل عليه بإذن الله، أو الموافقة، الموافقة وإن كانت المبدئية وإن كانت مشروطة، ولكنها موافقة. لما أشوف تحتها ملكة السيوف، إنزين، في طاقة أشخاص معينين، مواقف معينة، يحاولون يقللون من أهمية إنجازك، من أهمية الموافقة اللي راح تحصل عليها، أو حتى يستفزونك. لأن لماذا؟ لأن الفاشلين يريدون أن أنت تبقى معاهم في نفس المكان عشان يحسون بالأفضل تجاه أنفسهم، أن إحنا كلنا فاشلين وكلنا مع بعض. لا يريدون، هني في طاقة لا تريدك خلال أول أسبوع أن تمضي قدما، تكون شخص معين أو حتى موقف مع شخص يستفزك، يحاول دائما يذكرك أن أنت برج الدلو، قبل كم سنة كنت كذا وكذا، قبل كم سنة ما كنت تملك ذاك الجمال، جمالك مصطنع، أموالك ما كانت موجودة، لما كنت طفل ما كنت تستطيع أن تشتري مثلا. احذر خلال أول أسبوع أن أنت تدخل في مشادات، لأن عندك طاقة، عندك توجه واحد، عندك خيار واحد، إما تتقدم إلى الأمام أو تجلس مع هذين الأشخاص اللي هم أيضا يحاولون يستفزونك.
يحاولون يرجعونك، يحاولون يخلونك أن تبقى معاهم، لا تمضي قدما في الحياة. فإذا ضيعت وقتك تبرر لهم، ترد على استفزازاتهم، أو حتى تدخل معاهم في مواجهة، تأكد أن ما عندك الأخطبوط، يا طاقة التحدي، ما عندك يد الأخطبوط أن أنت تجمع ما بين ترد على المستفزين، ترد على الاتهامات، وفي نفس الوقت في اليد الثانية تقبض هذه الهدية، هذا التعويض، هذه الموافقة والقبول من عند هذه الجهة أو هذا الشخص. تأكد، أجمل الأمور هي الأمور الصريحة. طاقة الأسبوع الثاني هي عجلة الحظ أو عجلة الوقت، ويوضحها كارت 10 السيوف. في الأسبوع الثاني شوية طاقة تختلف، لما يبتدي يتضح للعلن، يذاع خبر أن برج الدلو راح يحصل على أو راح تتم الموافقة على موضوع كذا كذا. إنزين، فاللي أريد أن أخليك تنتبه لبرج الدلو، ضروري جدا أن أنت ما تنقذ أي شخص في طريقك، كأنما تشوف في طاقة تتحداك، وهي طاقة مو شرط تكون شخص. عشان كذي دائما أقول خلكم مرنين في قراءات التارو، في فهمكم لقراءات التارو. أوقات ممكن يكون شخص معين ونقول هذا هو العدو، العدو هو ونحط عليه اسم. أوقات طاقة، دائما نشوف اللي حولنا يحاولون يدخلوننا في طاقة الاستفزاز، في طاقة برج الدلو أثبت نفسك، في طاقة برج الدلو لو سكتوا عن موضوع أثبت نفسك أو برر موقفك. إنزين، بتشوفهم في طاقة ساعدنا برج الدلو. ضروري جدا خلال الأسبوع الثاني أن تفهم أن أنت أيضا ما عندك يدين، ما بالك أيادي الأخطبوط، ما عندك هذا العدد من المجسات اللي تستطيع فيها أن تكون جدا مرن وتسوي أكثر من أمر في نفس الوقت. إما تتقدم إما تتراجع، ما في خيار ثالث. شوف قراءة برج الجدي، برج الجدي لما طول في الاختيار طلع له خيار ثالث. أنتوا ما طلع لكم برج الدلو، أنتوا إذا قررت أن تنقذوا أي غريق، أي محتاج في الطريق في الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة هي الفترة الحرجة بالنسبة لكم، هي فترة all or nothing، احصل على كل شيء أو ولا شيء. أوكي، أن أنت تسوي شيء مو من طبيعتك، لأن أنت تحب المساعدة، تحب الإنسانية، تحب أن تساعد المحتاجين. أوكي، وتدير ظهرك، لأن أيضا يمكن يكون في أشخاص ليسوا فعلا بحاجة إلى المساعدة، ولكن اعتادوا أن يشحتون. راح أكرر الجملة، في أشخاص يستطيعون العمل، يستطيعون أن هم يحصلون على الأموال لأنفسهم، ولكن تعودوا أن يمدوا أيديهم إلى الناس أو إلى التعويضات. أنت التعويض اللي راح تحصله مو بسبب طاقة الشحت. لا، خليك دقيق، لا تبتدي تقول أن أنا أحد هؤلاء الأشخاص اللي أعتمد مثلا على المساعدات الحكومية أو على مساعدات كذا كذا. أوكي، طاقة الأسبوع الثالث هي طاقة المنافقين اللي راح يدخلون حياتك، أشخاص جديدين أوكي أو متجددين، يدخلونك بهيئة جديدة وإن كانوا قديمين في حياتك. الكوب الصغير page of cups، طاقة جدا أغلب الأبراج صعب أن يقاومونها، ولكن مو الأبراج الذكية مثلك أنت، لأن هذه طاقة الإغراء بالحديث، بالصداقة، بالتعامل. وراها سيف الأول، يخفون نواياهم الحقيقية، لأن أشوفك أنت في مرحلة انتقال برج الدلو. في مرحلة انتقالك الأشخاص القديمين في أول أسبوع يحاولون يقنعونك أو يستفزونك من أجل أن تبقى معاهم في دائرة الماضي أو دائرة الفشل. الأسبوع الثاني أشخاص ممكن مثل نفسهم أو غيرهم يحاولون أن يقنعونك أنهم يحتاجون مساعدة. الأسبوع الثالث أشخاص يتقربون منك، ولكن من أجل دوافع خفية، لأن عندنا طاقة السيف الأول، الحقيقة يخفونها عنك ويلفونها بالكلام المعسول، بالمعاملة اللطيفة،
بالترحاب، حتى هذه طاقة الترحاب والقبول. لما أنت تكون راح تنتقل من ماضي إلى مستقبل جديد جميل بسبب هذه العطية أو هذا التعويض أو هذه الموافقة اللي راح تمنح لك. إنزين، ففي المكان أشوف هذول الأشخاص على الأغلب يلاقينك في المكان الجديد، يحاولون أن يقربونك منهم. لا تفسر محاولتهم التقرب منك على أساس أنها هي من أجل الصداقة والحب، أبدا. لأن عندهم هذين الأشخاص عبارة أو قناعة: اجعل أصدقائك قريبين ولكن أعدائك أقرب. يريدون أن تكون عينهم دائما عليك، ويعرفون تحركاتك، يملكون سيطرة عليك. زين، نواياهم جدا سيئة، راح تضطر تكون معاهم دبلوماسي، أوكي، ولكن أبدا لا تثق في نواياهم خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو. إنزين، الأسبوع الرابع عندنا كرت الهايروفانت المأذون، وهو كرت برج الثور. عندنا هني طاقة نارية بشكل عام في القراءة، عندنا أيضا طاقة هوائية، وخلال الأسبوع الرابع ما يوضح كرت المأذون هو ستة الأغصان. برج الدلو، في فرق، شوف، في أمور معينة مطلوبة منك، أوكي. هني الأخطبوط متشوش، عنده نوع من التشويش، لأن في أمور مطلوبة ما راح تقدر تعدي. قاعد أشوفك هني في كرت العجلة الأسبوع الثاني تعبر بوابة معينة، تجتاز موافقة معينة، بوابة ضخمة معقدة، لأن عندنا طاقة الأيل، أوكي، خلال الأسبوع الثاني. ولكن في أمور مو مطلوبة منك أن تتنازل عنها. أنا التحدي في الأسبوع الرابع، وما راح تمر فيه في الأسبوع الرابع، هي أن تتخلى عن جزء من دينك، عاداتك، تقاليدك، ممارساتك الدينية، طقوسك، طريقة لبسك، الأماكن اللي تحب ترتادها. في ممكن يكون على أي مستوى من المستويات. النصف الثاني من الشهر أكد لك على حقيقة واحدة: لا تتنازل عن شخصيتك. وبرج الدلو دائما يقولون عن الأوثنتيك، الأصلي، غير المقلد، ما يقلد، هو دائما اللي يبتكر، هو يبتكر النمط والآخرين يقلدونه. فأحرص أن أنت ما تقع في نفس هذا الخطأ، لأن انتقالك إلى مكان جديد، شنو يسوون البشر الطبيعيين؟ كل الأشخاص يريدون أن يخلقون نوع من القبول لهم في المكان الجديد، معارف، يؤسسون نفسهم اجتماعيا، يكون لهم أصدقاء، بما أن إحنا هني الجديدين في هذا المكان. ولكن أحرص أنه ما يكون على حساب نفسك. أنا قلت لك في الأسبوع الرابع تسكعك مع هؤلاء الأشخاص أو حتى غيرهم، أو انتقالك إلى الدولة الجديدة، المكان الجديد، راح تنضم إلى مكان جدا جديد عليك، قيم، يغير حياتك إلى الأفضل. ولكن مثلا تجديد رخصة القيادة أو تجديد جواز السفر هو mandatory، لازم تسوي عشان تعبر البوابة، عشان تحصل على الموافقة. تجديد رخصة السجل التجاري مفروضة، ما تملك خيار بخصوصها. ولكن النصف الثاني من الشهر يقول لك محتاج أن تغير الطاقة، تفهم المفروض من الاختياري. النصف الثاني من الشهر يتكلم لك عن الاختيار، أن أنت مو مجبور أن تصادق المنافقين، تعامل معهم بدبلوماسية، ولكن مو مجبور أن تكون تحت قبضة يدهم، ولا حتى أن تقلد النمط السائد في المكان اللي راح تنتقل له. مثلا تنتقل إلى تتزوج وتنتقل إلى بيت عائلة جديد، وهناك مثلا في عادة أن دائما أعمال المنزل تقع على الزوج الجديدة، أو دائما في طبع مثلا تنتقل إلى دولة دينها مختلف عن دينك، ويبتدي يصير في نوع من الضغط أن تمارس معاهم طقوسهم الدينية أو تكون موجود في بيئتهم. هنا نتكلم عن عدم تنازلك خلال الأسبوع الرابع عن جزء من نفسك، جزء مهم من نفسك، من أجل أن ترضي الآخرين. وهذا شيء طبعا ما أنا أشوف أني ما أحتاج أقوله لبرج الدلو، ولكن
برج الدلو حياته تقريبا تنقسم الى قسمين، قسم ما قبل النضج يهتم بالحياة الاجتماعية وبين انه يكون مقبول وبين انه يكون محبوب واجتماعي ومعروف في وسطه، اوكي، وبين انه ما يهتم. ما بعد النضوج بتشوفون ان برج الدلو ما يهتم، ما يهم رأي الناس فيه، ما يهمه فقط المقربين منه اللي يعرفون حق المعرفة، اللي يهتمون له من أجل الأسباب الصحيحة. فأحذر أن أنت ما تقع في الخطأ التقليدي، مثلا هذول الأشخاص متعودين أن يشربون المشروبات الكحولية، أو مثلا في عندهم ممارسات معينة بغض النظر هي ممارسات صحيحة أو خاطئة، مش موضوع النقاش هنا. موضوع النقاش أن تضطر تسويها من أجل إرضاء مجموعة جديدة من الأصدقاء أو انتقالتك الجديدة. أوكي برج الدلو هذه.